قمر الطائي تؤكد خلافها مع بيسان إسماعيل من خلال ستوري وصفتها من خلاله بالغيورة والحسودة من بعد ما وصفتها بيسان بالحية من خلال بث مباشر. فما سبب الخلاف بينهم؟ فمن قبل فترة فاجأتنا قمر الطائي بعمل أنفولو وبلوك لكل من بيسان إسماعيل وسارة مهند وليا حمزة رغم الصداقة اللي جمعتها بهن من قبل، وحذفت قمر كل الفيديوهات اللي تجمعها بهن وخاصة فيديوهات التيك توك. هذا اللي خلى الجمهور يتساءل عن السبب ويتداول إشاعات خلافهم. ويتأكد الجمهور من الخلاف من بعد ما اجتمعت كل من بيسان إسماعيل وقمر الطائي بلبنان بالوقت اللي عملوا فيه تجمع مع المتابعين هناك، لنتفاجأ من تجاهلهم لبعض وعدم لقائهم وتصويرهم مع بعض رغم علاقة الصداقة الكبيرة اللي جمعتهم ببعض سابقا. فبعد كثرة الأسئلة حول سبب الخلاف بين بيسان وقمر، ردت قمر ولأول مرة عبر بث مباشر وكشفت السبب، وصرحت أنها انحطت بموقف كان لازم تختار بين شخصين بينهم خلاف، وقمر رفضت هالشي فصارت حساسية وخلاف بعدها. أنه صارت مشكلة لشخصين، أنا ما يدخل المشكلة أوكي، بس تخيرت بين شخص وشخص، ولأنه أنا ما حبيت أختار، يعني إنسانة حيادية ما أختار، وما دام شباب ما يدخل بيها ما رح أتدخل، فصار حساسية، وأنا إذا شخص ما أحكي ما حب أخليه. وحسب تحليلات الجمهور فهالشخصين هم أنس وبيسان، فقمر كان لازم تختار بين الاثنين كصديق من بعد الخلاف والانفصال اللي صار بينهم. فقبل أشهر أعلن الثنائي أنس وبيسان عن انفصالهم نهائيا عن بعض من بعد ما كانوا بيخططوا للخطوبة والزواج، والانفصال كان لأسباب غامضة جدا. أما بيسان فكان لها رد بخصوص مشكلتها مع قمر، وردت من خلال بث مباشر ووصفت من خلال قمر بالحية. حية يا حية يا حية يا مضغوطة تس 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 هاي فوائد الليلة تس تس خليك تين في الدهر صورت معهم عملت معهم تيك توكات، بيسان الوحيد ما بشوف حاله. يا ريت فيني اشوف حالي. يا ما بيهم الارقام، في ناس اذا مو ارقامك عالية ما بتحكي معك ما بتقلك مرحبا. بيسان يا والله صاروا يقيموا الناس على الارقام، بس بيسان الوحيد اللي ما بتقيد حدا على ارقامه. يا طبعا اكيد يو بتطلع مع عالم جديد وبتطلع مع عالم ما عنده مشاهدات ما بتفرق معه. لا ترد قمر على سؤال متابع كان شو مشكلتك مع بيسان إسماعيل وليش عم بتجاكروا بعض وتقصفوا بعض بالستوري، وأجابت قمر بي من ناحيتي أنا ما عندي مشكلة مع أحد، وقمر شخصيتها أكبر من أنه تجاكر أحد أو تقصفه بستوري لأنه هاي حركات ولدنا، أما اللي يحاول يجاكرني أو يقصفني لو عحق يجي يحكي بوجهي ما بسكت، بس حقهم ميتين غيره وحسد يحاولون يصيرون قمر بس صعبة. وبيسان ما ردت لحد الآن على هذا الستوري. شو رأيكم بكثرة الخلافات اللي بين قمر واليوتيوبرز آخر فترة؟ وهل أنتوا بصف قمر أو لا؟ فإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تحضروا كمان هذا الفيديو.